بناء على القرارات الصادره من اللجنه التنسيقيه والتي تهدف لدعم وتعزيز الجهود الوطنيه للتصدي لهذه الجائحه واستكمالا للاجراءات الاحترازيه للحد من انتشار فيروس كورونا، اصدر السيد احمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمه المدنيه توجيهات الخدمه المدنيه رقم 6 لسنه 2021 بتمديد العمل بتوجيهات الخدمه المدنيه بشان تطبيق سياسه العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكوميه. والزاميه الفحص السريع لموظفي الجهات الحكوميه بشكل دوري حتى يوم الجمعه الموافقه الثاني من يوليو القادم. كما تضمنت التوجيهات استمرار اقتصار استقبال ودخول المراجعين للمراكز الخدمه والمكاتب الحكوميه على الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا الذين اتموا 14 يوما بعد الجرعه الثانيه والمتعافين من الفيروس. وذلك من خلال ابراز الشعار باللون الاخضر عبر تطبيق مجتمع واعي ولمن هم فوق الثمانيه عشر عاما فقط